أهلا بكم جمهورنا الغالي في كل مكان عبر العالم، عبر الوطن العربي، عبر خليجنا العربي. أهلا بجمهور قناة الفجيرة وجمهور برنامج أبشر بالخير. نرحب بكم ونعتذر عن التأخير لكن خارج عن إرادتنا طبعا، وهنعوضكم إن شاء الله الوقت ده اللي جلستم تنتظروا فيه الحلقة. ويسعدنا التواصل معكم في برنامج أبشر بالخير عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل الدولة 09-22-22-345، ومن خارج الدولة 00971-9-22-22-345. ممكن اللي مش قاعد قدام التلفاز يتابعنا عبر صفحة الفيسبوك لايف لقناة الفجيرة، أو عبر صفحة الفيسبوك لايف برضو مفتوحة الآن، وقضيت معهم حوالي نص ساعة ما شاء الله عليهم، دخلوا بالألاف. يقدر يبعت رسالة على الفيسبوك لايف هجاوب عنها أثناء الحلقة إن شاء الله، أو اليوتيوب صفحة تفسير الأحلام مع الدكتور أشرف العسال مفتوحة الصفحة برضو بنص ساعة، واستقبلنا عشرات الأحلام. حبة الكرام، تعودنا في بداية الحلقة مع لقاء دقيقتين من مشاهد قصة يوسف. نقف اليوم وشعار بداية الحلقة هي قول يعقوب عليه السلام عندما صدم هذا الأب الكريم بغياب ابنه وبفقد ابنه. ماذا كان شعاره؟ هل اعترض على الله؟ لا والله، إنما كان شعاره فصبر جميل. يا الله، إيه الصبر الجميل ده؟ أصل الصبر ده أنواع، في صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي، والصبر درجات. أعلى درجة في الصبر اللي هي الصبر الجميل، لما قالها ربنا للنبي قال له فاصبر صبرا جميلا، اللي هو الصبر وانت راضي بقضاء الله، الصبر اللي من غير شكوى، الصبر اللي يخليك عارف ان بعد الضيق فرج. مفيش بيت مفيهوش ابتلاء. ممكن ابتلى اب، ابتلى زوج، ابتلى ابن عاق، ابتلى بمدير منكد علي حياتي، ممكن ابتلى في ضيق في المال في الرزق. اوعى تفتكر ان رزقك بيد احد، رزقك بيد الله فصبر جميل. يا من فقدت العزيز فصبر جميل، يا من فقدت عملك ومعتقد ان الدنيا تقفلت، ربنا موجود مش البشر اللي بيرزقه، هو القادر، هو القاهر فوق عباده، هو مقسم الارزاق، هو اللي عطاك، هو اللي ابتلاك النهارده عشان يشوفك هتعمل ايه. انما هذا البلاء اختبار عشان تقول الكلمه دي فصبر جميل. يا من تأخر زواجك فصبر جميل، يا من ابتليتي بهم في تأخر الإنجاب أو في زوج عايز يخرب البيت وعايز يطلق من أجل نزوة، أقول لك فصبر جميل. يا من تعاني في الدراسة وتعاني من مضايقة الأصدقاء وعندك دين وأخلاق ومسك على دينك كالمسك على الجمر فصبر جميل. ياللي خسرت في شركاتك وأموالك أو مضيق عليك في حياتك، حط الشعار ده أمامك فصبر جميل. صدقني لما الشعار ده هتحطه في حياتك وتحطه في قلبك، ربنا سبحانه وتعالى كل اللي بيصلي هيرزق على قدر الصلاة، اللي بيصوم هيرزق على قدر الصيام، أما يوم القيامة اللي بيصبر يصب عليه الأجر صبا فصبر جميل. حبة الكرام، مع استقبال اتصالات جمهورنا الكريم، ومعانا أول اتصال أختنا أم راشد. أم راشد من دبي، السلام عليكم أخت أم راشد. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك يا أم راشد. الله يعطيك العافية دكتور على البرنامج. الله يكرمك، الله يعزك. احنا بدأنا هو قلنا سبحان الله، الناس صبرت علينا شوية وطولنا عليكي، لكن شعار الحلقة فصبر جميل. نعم، الله يعطيك دكتور. الله يكرمك. دكتور أنا عندي حلم طويل شوي. تفضلي يا أم راشد، بس حاول تختصري يا أم راشد. تفضلي. دكتور حلمت أني أتزوجت شخص أنا أعرفه. وأنت عزباء أصلا؟ أيوة. لا أنا منفصلة. طيب عندك أولاد؟ عندي واحد. كويس، الله يبارك يا رب، تفضل. وذهبت معي لبلد آخر لإكمال هو عمله وأنا لإكمال دراستي، سواء الكلية أو الجامعة. تمام. كنت أرتدي عباءة سوداء ساترة. كويس. وفي اليوم التالي جلست مكان المعلم ولم أعرف ولم يكن بالعلم. فقمت يعني ايه جلست مع معلم لم يكن بالعلم؟ لم يكن لم اكن انا اعلم. جلست مع معلم مدرس يعني؟ لا، جلست مكان المعلم. مكان المعلم هذا اوكي ماشي. فقمت برتب لي احد الطلبه
مكان اللي أجلس به. لا لا مش فاهم دي، مش فاهم دي. فقمت من مكاني، ايوه رتب لي أحد الطلبة مكان اللي أجلس به. قعدتي مكان الطلبة بعد ما كنت مكان المعلم. أيوة أوكي ماشي، مكان بقرب من الطلبة. طيب فأعطاني إيميل لمراسلة الواجبات طيب للدراسة. طيب وانت الان بتدرسي ولا طالبه ولا بتشتغلي ولا شو؟ خريجه. ايوه ماشي تمام تمام. لكن الجامعه كانت مختلطه. ماشي ماشي ماشي. فجاءت لجنه من الامارات التعليميه لرؤيه الطلبه الاماراتيين في هذه البلد. طيب وبعدين؟ فقالت لي احداهن ان دراسه الامارات افضل من دراستهم في هذه الدوله. طيب ولم أعر اهتمامي بها. ماشي بعدين؟ فقالوا لي لا يجوز بأن ألبس العباءة. فارتديت باليوم التالي بنطال أسود وقميص أبيض مخطط طيب. قميص أبيض مخطط بأسود. واضح ماشي خلاص. فجاءت زوجة أخي إلى الدولة التي أقيم بها مع أهلي. طيب مكان الدراسة. ماشي. وقمت عند ذهابنا إلى المكان السكن الذي أسكن به فرأيت الناس لا يستضيفوننا نحن العرب. طيب أنا دولة أجنبية. ماشي أيوة. بعدين ففتحت باب فقلت لهم أن سكني قبل الأخير. بعدين فتشتت فتحت باب غير باب سكني فرأيت ناس من الخليج مع أهلي. طيب فتم فتحت باب السكن الذي أسكن به مع زوجي فرأيت زوجي يلبس الكندورة البيضاء فيتكلم ويتحدث بالهاتف وكان منزعجا. وبعدين ويحمل في يديه جواز سفري وجواز سفر آخر لا أعرفه. وبعدين خلاص وتوجهت نحوه وهو يتحاشاني بأن لا أخذ الجواز السفر فأخذته وأعطيته لأخي. كل ده الأحداث رؤية يا أخت أم رشد. ولسه فيها تاني؟ لا خلاص الحمد لله. فأخذت الجواز من يده وأعطيته لأخي. جوازك أنت؟ أيوة. اوكي. فقالت زوجة اخي وهي تعاتب ولماذا وهي تعاتبه. ايش ايش ايش؟ فكانت زوجة اخي تكلم زوجي. ايوه. عن امورنا. عن امور دينيه؟ لا عن امور حياتنا. طيب ايوه. فرايت امراه تجلس بجانب زوجي لكنها تحاول ان تتودد اليه وتضع يدها عليه لكنه يرفع يديه عنها. وعندما نظرت إليهم. ماشي الحلقة خلصت يا أم رشد والحلم ما خلص. يلا يا أم رشد. فكنت مزعجة فقلت لها لا تضع يدك عليه. طيب هو لم يهتم بأمرها أصلا. طيب فكان ينظر لي والنقاش لم ينتهي. طيب عارفة كل المنام ده معناه يا أم رشد؟ إيه؟ شوفي هتستغربي من اللي هقوله لك ده. كل المنام ده بأحداثه جاي يقول لك كلمة واحدة، إنك إنسانة عندك غيرة شديدة على اللي بتحبيه أو هتتزوجيه، صح ولا لأ؟ غيورة، صح ولا لأ؟ بس إيش؟ في غيرة بس مو بكل شيء، يعني مو بوايد. مش في كل شيء. طيب أي. ماشي يا مراد، هذا المنام سأشرحه لك بس بعد البريك إن شاء الله تعالى، لأن احنا خدنا البارت الأول في الحلم بتاعك يا مراشد. شكرا يا مراشد. شكرا. حاضر خليكي معانا. معانا الأخت سمرة من الجزائر عشان مطولنا عليها قبل البريك. أخت سمرة شوف مسكينة ضيعت الرصيد بتاعها. انتوا حاضرين معانا الفيسبوك واليوتيوب، شفتوا الحلم أطول حلم في العالم سمعته اليوم. ميسم من دبي، السلام عليكم ميسم. ميسم هلا بيك يا ميسم. اهلا دكتور. وعليكم. عندي انا حلم انه حلمت انه مكان ما انا ماني عارفانه وين هذا المكان. حلو. وعم انظر الى السماء وعم انتظر اشوف الله
وعم اقول هلا رح شوفه وهلا رح شوفه، بس يعني وكانوا معي كانه صينيين ويابانيين يعني من هالدول هي، فانه بس ما حد كان مهتم غير انا المهتم انه بدي اشوف الله. بعدها طلعت وراي فكان في واحد صيني، فكانه مثل انه يعني استغفر الله وحاشا الله يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه هذا هو، فانا قلت يعني بالمنام قلت يعني مستحيل حاشا الله انه هيك. ففقت فانه عم اقول انه فبلشت استغفر الله وبقول هذا من الشيطان. جميل كويس. انت من الناس اللي بيقيموا الليل كتير يا سمرة صح؟ يا ميسم. انا لا ما بصراحة ما كتير بقيم الليل، بس يعني محافظة على صلواتي على الاذكار على الرقية على يعني انه الحمد لله. الرؤية دي جاية لك تدعيك لحاجة معينة هقولك عليها، والنظر للسماء له معنى في الرؤية هقولك عليه، بس خليك معانا. وبرافو عليك انك انت اختصرتي وقلتي حلمك قصير. شكرا ميسم من دبي. اهلا مع السلامة. مع السلامة. معنا فاطمة من العين. يا سلام على كرم الكنترول واستاذ زكريا اللي بحبه حب كبير لانه انسان راقي جدا. فاطمة من العين سلام عليكم. وعليكم السلام. هلا دكتور شخبارك؟ هلا استاذة فاطمة الله يحفظك يا رب الله يكرمك. ها مختصر. انا دكتور بسرعة ما بطول اقل من دقيقة. حلو. عندي حلمين بس صغار يعني صديقاتي حلموني. فضل. حلموني انا. هلا. صديقتي الاولى حلمت ان امها شافتني وهي داخلة عليها تقولها بصوت عالي وهي تصارخ ان فاطمة حامل فاطمة حامل، هي قالت لها. طيب. الحلم الثاني صديقتي حلمتني عندهم في البيت واني اسلم على اهل البيت. تسلم عليهم بس؟ اسلم عليهم وداخله عليهم وانا ما قد دخلت عندهم في البيت. وكان عندهم عزيمه. انت من الشخصيات الودوده مع الناس اللي تحب تساعدي وتقفي مع الناس وقت الشده. والله ان شاء الله يا ريت. السعاده حلوه، المساعده حلوه، كل شيء حلو في الحياه. سلامك على الناس في الرؤيه يذكرنا بحاجه عملها النبي. هخليكي كده معلقه معانا شويه، هعرفها لك بعد ما اخد باقي الاتصالات. خليكي معانا فاطمه. الله يخليك. فسر لي الاثنين لان احيانا تفسر لي شويه الباقي لا. الاثنين انا اوعدك افسر الاثنين. عيوني. شكرا دكتور. هلا وغلب اخت فاطمه من العين. اخت حسنى من ابو ظبي. ما شاء الله واخدنا من اماره لاماره. ما شاء الله عليك يا استاذ زكريا. حسنى السلام عليكم. اخت حسنى السلام عليكم. يلا عشان عايزين ناخد شويه من الفيس وشويه من اليوتيوب. الجماعه وقفوا القلوب واللايكات. اخت حسنى السلام عليكم. السلام عليكم. هلا وغلا وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا اخت حسنى. كيفك يا دكتور؟ والله بخير ربي يحفظك ويبارك فيكي. في عندي حلمين قصيرين على السريع يا حسنى الله يخليك. حاضر. عندي الوالده حلمت انه كان معها شنطه وفي اثنين مراقبينها. فكرهم انه الشنطه فيها فلوس مبلغ شيء منيح. اثنين مراقبين. وتركت الشنطه في مكان ورجعت ولاقت الشنطه زي ما هي. ايوه. وظلت ماشيه فيها وظلهم متابعين هذول الشخصين. طيب ماشي ماشي ماشي. ايوه. الرؤية الثانيه. واختي حلمت انه الوالده اعطتها سواره ذهب مكسوره بس لبستها كانت عاديه يعني مع انها مكسوره. ماشي. اختك دي اتخطبت قبل كده؟ لا. حصل معاها مشكله ودعوات امك حفظتها وحمتها بحمايه الله؟ شويه مشاكل شغل. ان شاء الله باذن الله تروح عنها المشاكل، بس افسر لك اكتر يا حسنى بعد ما ناخد اتصال سمره. شكرا حسنى من ابو ظبي. سمره من الجزائر السلام عليكم. عليكم السلام. يا كلفناكي اتصال معلش يا سمره، الضغط كتير على البرنامج. شكرا. تفضلي يا سمره. عفوا. انا حلمت اني عندي خاتمين. كويس. خاتم من نحاس وواحد من ذهب. الله. وكنت حاملتهم في كفي وكان ابي يريد ياخذهم مني. ولكني رفضت بشده واحتفظت بهم في كف يدي. ايوه. طيب. مع العلم ان ابي متزوج زوجه ثانيه في سن الانجاب. ايوه. وانت علاقتك بيها زينه؟ حرمه الاب. الحمد لله. والوالد علاقتك بيه زين؟ الحمد لله. يطلب منك مساعدات ماديه؟ لا هو الحمد لله يعني لبس بي. الله عطيله. انت حامل ولا شيء يا اخت سمره؟ لا ماني حامل. مش بتفكري في الانجاب حاليا؟
لا ممكن هذا الشيء. طيب است الكل خليك معايا. هناك تغادر. حلم ثانية سريعا يا صمرة عشان باقي الاتصالات. أنا خبر. حلمت عندي فستان فرح مسمى لأختي، يقولوا هذا فستان فرح لأختي، هي عزباء، لكن ارتديته أنا وعجبت به كثيرا. وهي عزباء ولا متزوجة؟ لا مطلقة. عندها أولاد؟ لا. وانت اللي ارتديت الفستان؟ نعم وعجبت به كثيرا. حياتك الزوجية مستقرة طبعا يا سمرة صح؟ الحمد لله الحمد لله. هو التفسير كده بس خليني أفصل لك أكتر بعد ما أخذ باقي الصلاة. شكرا شكرا يا شيخ. مرحبا سمرة من الجزائر، هلا وغلا بأهل الجزائر. هدى؟ هدى من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا مساء الخير. هلا بأهل المملكة، مساء النور عليك يا هدى، تفضل استكمل. يا مرحبا. عندي لو سمحت بعد إذنك حلمين قصيرين. برضو طيب يا هدى تفضل. تفضل. حلمت اني طلعت من الحرم، كاني طالعه من الحرم ما شاء الله، وفي ساحه اللي برا الحرم، الساحه اللي برا. ايوه. كنت اشوف نفسي مبسوطه واقول لنفسي اني انا خلصت الحج، يعني خلصت مناسك الحج كله. الله الله. وشفت كانه واحد قاعد في كشك، كانه موظف او شيء، وانا اتكلم معه. شفت بعده جنبه مغسله يدين كذا، رحت توضيت من المغسلة هذه، كملت الوضوء، وبعدين شفت أختي جاية وجايبة معها مقص، قالت لي خذي كملي يعني قصي شعرك، وقصيت شعري وكاني جايبة قالت لي مقص؟ جايبة مقص مقص مقص. أيوة. قالت لي خذي يلا خلينا نقص شعرك يعني عشان تتحللي من الإحرام. ايوه ايوه. اوكي. وقصيت شعري وخلاص، وانا اشوف نفسي مبسوطه وفرحانه. يا سلام يا سلام. في موضوع يا هدى انت بتتمني الله يتمه، مظبوط كلامي؟ ايوه مظبوط. اتموا الحج والعمره لله، هقول لك تفسير وهتسعدي جدا بهذه الرؤيه، بس خليكي معانا لا تفارقي شاشه الفجيره. شكرا هدى من السعوديه. معانا اخونا احمد من ابو ظبي، السلام عليكم استاذ احمد. السلام عليكم. هلا وغلب اخوي احمد الغالي. أخوي. يا مرحب، نورت برنامجنا يا استاذ احمد. الله حبيبنا يا استاذ اشرف. الله يسلمك، تفضل يا استاذ احمد الغالي الله يحفظك. استاذ اشرف في رؤيه شافها صاحبي له لي انا. حلو. فيقول لي قبل صلاه الفجر دخلوا عليه الله يحفظهم اثنين من الحكام الله يحفظهم. امين يا رب. اخوان. نعم. دخلوا عليه البيت. نعم. وكان ابوه وامه جالسين والوالدتي انا جالسه معاهم. حلو. فدخل أخوه الكبير قال لي يا صاحبي اسمه عبد الرحمن، قال لي يا عبد الرحمن أريد أمسكك أكبر مدرسة في أبوظبي وأصعب وأكبر مدرسة. مش جميل. وأخوك الثاني والثالث أقل مستوى من مدرسة من حجم ومن حيث الكمية. أخوك الثاني وإيه وإيش؟ والثالث وأخوك الثالث. شو يسوي معهم؟ يعني مثلا أنت بمسك أكبر وأصعب مدرسة وهم الثاني هم الأقل. أقل مستوى ومن ثم يلي أقل مستوى. أوكي. بعدين الله يحفظ أحد من حكام شاف أخوه أحد من حكام أخوان الله يحفظهم. ماشي. قال أنت شو عندك؟ قال أنا بمسك أحمد المدارس كلها تبع الغربية. ماشي ماشي زين. واحد ذكر حتى 21 مدرسة. واضح واضح جدا. كم؟ والوالد أنا كانت قاعدة وشافت هي مبتسمة في نفس الوقت كأنها تقول خف عليه شوي الحمل. ماشي ماشي واضح تمام. وأنا يقول لي هو صاحبي يقول أنا مشيت معاه وتميت أقول له طال عمرك أن كذا تم يسمع لي. أبشر. هو يقول أبشر. قاعد يسمع لك لين ما خلصت. زين زين أبشر إن شاء الله. زميلك هذا في طبيعة عمله خاصة بالتعليم أو تدريب أو النواحي اللي فيها؟ مهندس. هو مهندس. أوكي تمام. هفسر لك الرؤية دلوقتي بتاعته يا أستاذ أحمد وخليك معنا إن شاء الله على الهواء. شكرا أستاذ أحمد أبو ظبي. معنا بريك ولا نكمل؟ ندى منين؟ ما شاء الله أبو ظبي واخد النهاردة مساحة حلوة ما شاء الله. أخت ندى السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك يا أخت ندى، تفضلي استكمل. أهلا فيك. يا مرحبا. حلمت أني شفت والدتي عايشة قاعدة في البرندة. عايشة الوالدة؟ عايشة. أوكي. فإجت مرة لابسة أسود بأسود بس ما شفت وجهها. فإجت مرة من قدام والدتي وبدأت تدخل على البيت. فأنا
فأنا إجيت وصرت أتكلم يعني فصرت أقرأ المعوذات. أوكي. فصوت زي المخنوق. أيوة. يعني بقرأ بس زي مخنوق، مش حد سامعني، أنا سامع صوتي. بس منتهى. الله يبارك، ده ولد ولا بنت اللي جنبك دي؟ بنتي. واضح صوت بنت، الله يبارك فيها، تطلع نشيطة إن شاء الله. الله يبارك لك. دي عايزة بقى، هي أكتر واحدة عايزة المعوذات، يعني لازم ترقيها. الله يحفظها يا رب. ايه تريها كده، ريها ان شاء الله، ما فيش حاجه عندها اوعى تخافي، بس ريها. يعني هيك حسيت الحلم كثير بخوف. لا ما في شيء يخوف، بالعكس المنام جاي عشان يرشدنا الى ان نتحصن بذكر الله، بس هقول لك شو التفصيل بعد شويه ان شاء الله. خليكي معانا. شكرا يا ندى. هلا وغلا يا ندى. ندى مرحب. تمام، في نوقف صلاه ولا عايز تدينا حاجه كمان يا زكريا؟ بريك، عايز يدينا بريك. عايز يدينا نجاوب الأحلام إن شاء الله. أحبة الكرام، بعد الفاصل هنرجع نتواصل معكم تفسير أحلامكم اللي جاية من كل دول العالم ومن كل إماراتنا الحبيبة. نذهب الآن إلى فاصل ثم نواصل، فانتظرون. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد احبتي الكرام. وقبل ما افسر حلم مراشد اللي خدت نص الحلقه في حلمها، يا جماعه اقوى الاحلام الصادقه والرؤى الصادقه هي اللي بتكون قصيره جدا. شوف سيدنا ابراهيم، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، الحلم كلمتين، انا شفت اني بذبحك. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم. هتخشوا المسجد الحرام، ادي الرؤيا كلمتين. اما الرؤيا اللي بتكون طويله وفيلم، بلاش احدد نوعه يعني، ما تبقاش رؤيا، لكن رموز الرؤيا مراشد، سفرك مع الشخص اللي انت تعرفيه، هذا انسان بتتمني الزواج منه. السفر هو تغير حال الى حال افضل. العباءه السوداء تدل على الدين وتدل على السؤدد والغنى. انك تبقي مكان معلم هترزق العلم. باخد رموز سريعا كده لانها كتير قوي. لكن سبحان الله اخر المنام بيبين انك ربما بعد زواجك ستصابي بمرض الغيرة الشديدة. فعليك ان تحافظي على شريك الحياة بالتوازن في الغيرة. ده اختصار المنام بتاعك. اختنا ميسم من دبي، حلمت ان في مكان ما تعرفوش وبتبص للسماء، النظر للسماء يا اخت ميسم يدل دائما على بشرى بان الله سيرضيك فيما تتمني. ليه؟ لان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بصوا، نظر للسماء والرضا. فبعدين انت بتنتظري، بتقولي في رؤيا انتظر ان ارى الله تبارك وتعالى عشان تشوفي ربنا عليك بصلاة الضحى. كلنا هنشوف ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. أيوة، وجوه يومئذ ناظرة، القرآن بيقول كده، إلى ربها ناظرة، ولكن نظر غير النظر، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا يوصف هذا الجمال الإلهي. ولكن اللي عايز يشوف ربنا ويتمتع برؤيته عليه بصلاة الضحى، عليه بر الوالدين، عليه بقيام الليل، فهي الطريق إلى رؤية الله تبارك وتعالى. فاطمة من العين كانت شافتها صديقتي، بتقول أمها شافت ان فاطمه حامل، ده معناه ان انت يعني في بعض الامور تعباكي شويه نفسيا او ماديا، حد تعبان عندك، حاجه زي كده. فمعلش ان شاء الله ربنا يكرمك يا اخت فاطمه وتخرجي من اي حاجه بقيام الليل ان شاء الله كده وبطاعه الله. وبعدين الحلم الثاني بقى جميل قوي، اللي هو بتحلم صديقتها ان فاطمه دي بتسلم عليهم. سلام الانسان على الناس هو نشر الرحمة والأمن والأمان. لما نقول السلام عليكم، شوف كم حسن الواحد بياخدها، دين السلام ودين الأمان والسماحة. ويدل أيضا في المنام على أن صاحب الرؤية خدوم متعاون مع الناس. النبي لما لقى بنت جارية وضع مالها فأعطاها من ماله صلى الله عليه وسلم، وقال ذهبي لأهلك، فقالت تأخرت عليهم فتشفع لي، فذهب النبي يتشفع لها، فلما دخل قال السلام عليكم، مرة اثنين ما ردوش، في الثالثة قالوا عليك السلام، قال لما لم تردوا في المرتين؟ قالوا نريد أن نتبرك بسماع سلام رسول الله يتردد في بيتنا. فالسلام تعاون وأمن وأمان. حسنة من أبو ظبي،
الوالدة ماسكة شنطة واثنين مراقبينها وحطت الشنطة ورجعت لقيتها زي ما هي وبرضو حد مراقبها. الوالدة تحتاج ان يتركز في صلاتها اكتر من كده، لان السارق في المنام هو الذي يسرق من صلاة العبد. والوالدة محتاجة ان هي الاشياء اللي مخبئها في حياتها، ان بناتها يتزوجوا، ان حياتهم تستقر، ما تخافش العمر مش هيجري يعني، وما هينالوا اللي بيتمنوه، وان شاء الله بدعواتك بناتك يحققوا، وانت فاهمه كلامي، يحققوا اللي هم عايزينه بدعواتك الصالحه. الرؤيه الثانيه قالت ان اختي الوالده اهدتها اسوره، والاسوره كانت مكسوره وبعدين كانت ذهب. ان شاء الله دي دعوه من الام هينصلح بيها حال اختك في الدوام. خلي امها تدعي لها يا هنا وسعاده اللي أمه تدعي له، ويا تعاسة من تدعو عليه أمه. يا الله انت ازاي بتطلع من البيت ومشوح كده ومش همك، ادعي مش هممني، ادعي مش هممني، ده دعاء أم الأم يستجاب حتى لو كانت على غير الدين، دعاها مستجاب. اتقي الله في أمك وأبوك. سمرة من الجزائر حلمت بختمين، واحد ذهب واحد نحاس، وأبي يريد أخذهم فرفضت بشدة، وبتقول أبي متجوز زوجة تانية. طيب هو طبعا أبوكم هيفضل محافظ عليكم، أبوكم هيفضل صلته بكم قوية رغم وجود إنسانة تانية في حياته، وربما هذا المنام يبشرك بأنه الهم سيذهب ويأتيك ما تتمني بإذن الله حتى وإن كان إنجاب. الرؤية التانية يا سمرة لما بتقولي أو يا سمرة فستان فرح لأختي إن كانت عزباء فهو زوج، وهي طبعا أختي مطلقة فربما يكون فعلا زوج يتقدم لها ويغنيها إن شاء الله، لكن أنت ارتديتيه، ارتدائك للثوب وأنت متزوجة ده موضوع إنجاب بقى، والله أعلى وأعلم. هدى من السعودية بتقول طلعت من الحرم، الله يا أخت هدى على المنام الطيب ده، الحرم أمن وأمان، قال تعالى وهذا البلد الأمين، قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الرؤية تبشر بأنك ستأمني من أي خوف وقلق، وتؤكد الرؤية أنه لك أمر سيتم، لأن قص الشعر تحلل من الإحرام، سيرة الحج وطلعة مبسوطة. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فالحج والعمرة بشرى بإتمام أمر لك بإذن الله، ولكن عليك أيضا بالعمر والحج، بالعمرة والحج في الحقيقة حتى يستجاب لك الدعاء ويتم أمرك. أحمد بن أبو ظبي صاحبه شافه قبل الفجر، وفي اثنين من كبار ومن أصحاب المكانة، هيدوا صديقه ده مدرسة كبيرة وإخواته مدرسة أقل، معناه أنه إن شاء الله يرزق الأسرة الصالحة اللي هتتربى على أخلاق وقيم أعلى كمان وأحسن من بقية أسر إخواته. سبحان الله هيبقى واخد درجة أعلى، سبحان الله. التفسير غريب والمنام عجيب، بس الرسالة كده، بشر صديقك بكده، والدتك المبتسمة، والدتك دايما إنسانة راضية، وإن شاء الله تكون أنت من أصحاب القيم أيضا، لأن والدتك واضح أنها ربتك مثل هذا الصديق الذي سيرزق بأسرة مثقفة متعلمة متربية على أحسن الأخلاق. يقول لك ويرزق بزوجة صالحة، والله أعلم وأعلم، لأنه الأم مدرسة، بيقول له خليك في أكبر مدرسة، يعني هيتجوز أحسن ست إن شاء الله في الدنيا، إن كان متزوج هتبقى برضو أحسن ست في الدنيا. الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيبة. الأعراقي ندى من أبو ظبي حلمت أمها قاعدة في البرندة واحدة لابسة أسود في أسود، قرأوا عليها المعوذات، هي جت تقرأ ندى وتقول كنت مخنوقة. يا ندى ارقي نفسك وارقي بنتك، الرؤية تعود عليك أنت وابنتك بإذن الله تعالى. أخيرا ندى من الجزائر، لا قبل الأخيرة، حلمت بأختي المطلقة تلبس حذاء عالي. أختك تتزوج بشخص صاحب مكانة، والله أعلى وأعلم، ده الحذاء العالي في المنام. أم ساجدة من الجزائر الأسبوع الماضي بتقول لا ده أنا دخلت في حلم من الأسبوع الماضي كده خلصنا. أم ساجدة كانت معانا، دخل الكارت بتاع الأسبوع الماضي. ناخد حلم الفيسبوك لأن يزعلوا مننا حبايبنا على الفيسبوك، داخل عدد كبير. النهاردة حلمت أني في المطار، كنت مسافرة أنا وصديقتي لكنها لم تكن، يا الله على الحلم الطويل، يلا هكمله مضطر، لكنها لم تكن ذاهبة معي لنفس المكان، وعند وصولنا لمنطقة
تفتيش في المطار، قال لي المفتش ان طائرتي سوف تقلع على 49 دقيقة. طب بعدين؟ كان الوقت قريب فأسرعت للذهاب ولكني نسيت حذائي وكنت حافت القدمين، قررت ان اعود اليه لكن خفت من فوات الطائرة فتركت وذهبت. 25 سنة ادرس وعزباء، الرؤية رسالة لك، ما تقعديش تترددي في اللي بيخطبوك وبيتقدموا ليك، مش كل شوية هنلاقي حذاء نلبسه. الله يعزك، ما هو الحذاء والكندورة والفستان إشارة ورمز الخاطب أو الزوج. هترجعي تندمي بعدين تقول يا ريتني رجعت، مش عايزين نمشي حافين. الله يكرمك، يجي لك ابن الحلال توكلوا على الله. الأزواج النهاردة والشباب عملة نادرة، فيش فلوس معاهم، فيعني اللي يجي لك عنده ذوق وعنده دين وأخلاق توكلي على الله، بلاش نعطل الدنيا. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. يا الله حلم طويل، انا رديت عليك السلام بس الحلم بتاعك طويل، سامحينا. طب ناخد من على اليوتيوب عشان ما يزعلوش. اليوتيوب بتقول السلام عليكم، ممكن تفسر لي حلمي؟ عزباء، وليس لدي وظيفة، حلمت برجل لا اعرفه اعطاني زبيب ولوز وذهب ورجع لي مرة اخرى واعطاني لوز. شخص هيكون عطوف كريم لكن هينكد عليك شويه في خطوبته، والله على اعلم ده الذهب، لكن اللوز مستحب والزبيب، وبعدين يرجع تاني. فربنا يكرمك، حاولي انك انت تصبري على بعض المضايقات، على بعض المشاكل، عدوها يا جماعه. لو وقفنا على بعض الوحده اثناء الخطوبه او اثناء العقد مش هيتم الزواج. فنسال الله يهدي بناتنا واولادنا ان شاء الله تعالى. معرفش الإرسال بيقطع في اليوتيوب كتير، لكن يلا. رأيت إني أننا نغبز بسكويت. الله، كنت بحب البسكويت أول أنا صغير على فكرة، كنت أنزل أبويا الساعة 3 بالليل الفجر عشان يجيب لي البسكويت دوت اللي هو العادي ده وحطه في الشاي بلبن. كان لحد ما كبرت دلوقتي أعشق البسكويت. يا سلام، عشان كده أفسر الحلم ده. كبير بسكويت كبير، طيب كتير في منزلنا أنا وأمي وخالتي عزباء. البسكويت نوع، لأن فيه سكر، نوع من أنواع الحلويات والمخبوزات المسكرة، يعني خبر سعيد مسكر. يعني مسكر يعني خبر سعيد يدخل عليك وتستلذي بسماعي بإذن الله. ناخد من على الفيسبوك، حرام بتوع الاتصالات ما تسيبهمش كتير على الخط، لو في عايز تديني اتصالات اديني، أنا واقف الفيسبوك برضو يعني حرام. واحدة بتقول يا دكتور حرام عليك أنت. طب أنا آسف يا ست، حقك علي. هجاوب، حلمت دخلت الشاطئ البحر، شاطئ البحر، وبعدين ايوه انا وصديقي اسمه عبد الغني ماشي، وبعدين كانه انا حامل ثم ولدت مولود ذكر وتوفيت بعد الولاده. مين اللي توفي، انت ولا المولود؟ وكاني تركت لابني مفاتيح وبعض اوراقي واغراضي عزباء بدون عمل. هي الولاده فرج، ولكن موت الولد في المنام تخلص من شر. تخيلوا، بنت مستحبة أما الولد مش مستحبة في المنام. ناخد بقى اتصال دولي، تركينه مع الخط وارجع لكم تاني بعد شوية. فاطمة من سوريا، السلام عليكم أخت فاطمة. فاطمة السلام عليكم. هلا وغلب أهل سوريا، السلام عليكم. خطوط بعيدة. فاطمة السلام عليكم يا أخت فاطمة. راحت فاطمة، بعدت الخط كتير. معانا لينا من الجزائر، ما شاء الله الجزائر نصيبها كبير اليوم. أخت لينا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، حلمت أنه شخص كان يركب ألواح من خشب لصناعة سرير في منزلنا. ماشي. ومرة رأيت نفس الشخص كان يمشي بجانبي ويرش الماء من قارورة على الطريق، علما أن هذا الشخص متزوج ولكنه يبدي بعض الإعجاب بي. بس الشخص ده ملتزم على فكرة، صح؟ لم أسمع ماذا؟ ملتزم الشخص ده، يعني صاحب دين وأخلاق، مظبوط؟ لا أعرفه جيدا، يعني ما لا أعرفه جيدا، معرفة سطحية. شكلها دخل على جوازة كده يا لينا. طيب، ولكنه متزوج. انتظر. طيب، ولكنه متزوج. ماشي يا أختي. ومرت، معلش حلم ثاني. طيب بسرعة. ومرة رأيته ينظف أسنانه في منزلنا، وأيضا كنت أنظف أسناني أنا أيضا.
وانت ايضا. طب يا لينا، يعني لو جالك متزوج بس عنده دين واخلاق ويغنيك حياتك ويكون ميسور ماديا، لا يعني بلاش؟ انا ايضا معجبه بعض الشيء به، ولكن بس جبت من الاخر، جبت من الاخر. خلينا نفسر بقى ايه براحتنا بقى بعد الاتصالات. ايه رايك؟ هل يمكن سؤال فقط سريع؟ تفضلي. هل الواح الخشب تدل على شخص منافق؟ لا، في بعض الاحيان الخشب يدل على كده، اما الواح الخشب لما يتعمل بها سرير الاسره في المنام رمز الاسره والزواج. شفت العلم بقى؟ يلا يا ست خليك معانا على الهواء، هفسر لك بقى. الله يسلمك. الله يسلمك يا دكتور. شكرا لينا من الجزائر. معانا ام عبد الله من السعوديه. السلام عليكم اخت ام عبد الله. السلام ورحمه الله وبركاته. هلا وغلب اهل السعوديه. تفضلي يا ست الكل. يا شيخ عندي رؤيتين جزاك الله خير. مرحب تفضلي. الرؤيه الاول، رايت اخوي المتوفي رحمه الله عليه، احنا ننتظر انا والوالده والاخوات. شو يسوي؟ ايوه، كان احنا ننتظره وكان اللي بيجينا به الملائكه تنزل علينا من السماء. الله. الو. ايوه معاك. بعدين يا شيخ جلسنا وانتظرنا وفجاه نزل علينا اخوي من السماء وكان اللي نزلتها الملائكه. انا لم اشوف الملائكه لكني حاسه ان الملائكه اللي نزلت علينا. يا سلام. سلم علينا يا شيخ، وفجاه دخل علينا رجل قال هذا الشيطان يكذب عليه. يعني شيطان يتمثل انه اخوكم وان في ملائكه وكذا. قلت انا بقرا ايه الكرسي. اذا قريت ايه الكرسي واختفى فانه شيطان وصدقت. صح. وان قريتها ولم يختفي فانت كذاب. صح. بعدين يا شيخ مد اخوي ايده لي اليمنى ومديت لي ايدي اليمنى وقريت ايه الكرسي، بعدين لم يختفي يا شيخ. الله اكبر. شفت انت كذاب. بعدين طلع هذا الرجال كذاب منا وبقيت مع اخوي وقال يلا خلاص انا قد الملائكه بتجيني واصعد السماء. لا اله الا الله. بعدين يا شيخ صعدت السماء، حينما بدي يصعد مسكته قلت اللهم اجمعني به في الفردوس الاعلى من الجنه. يا رب يا رب. ورحت بالملائكه في السماء. اخوك ده مات على دين وخلق او كان مصلي؟ الو. اخوك كان مصلي قبل وفاته؟ اخوك كان يصلي؟ سمعاني ام عبد الله. ايوه. اخيك كان يصلي الحمد لله؟ ايوه كان يصلي، وترى متوفي شهيد. مات شهيد؟ ايوه مات شهيد صح؟ ايوه. يا الله يا الله يا الله. اقوى رؤيه من الرؤى اللي سمعتها على مدار الاشهر في برنامج ابشر بالخير، وهيكون للرؤيه دي موقف وتفسير. ان شاء الله يسعد قلبك انت والاهل يا ام عبد الله. خليكي معانا واوعي تغدري شاشه قناه الفجيره. سريعا يا ام عبد الله عشان باقي الاتصالات. علي الصوت، قربي شويه السماعه. ايوه يا شيخ اسمعني الحين. ايه اسمعك. رايت يا شيخ كان اخوي واختي متوفين وكانهم في الجنه واسالهم عن الجنه، بعدين هم لسه حيين اخوي واختي. هو اخوك واختك متوفين؟ لا 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 الحيين. الحيين. اي هذه رؤيه ثانيه. كانهم ميتين وكانهم في الجنه. ايوه. وانا اسالهم عن الجنه، فجاه اختي جت واعطتني بطاطس انا وامي. بطاقه ايش؟ اعطتنا بطاطس من بطاطس الجنه. اعطتك بطاطس؟ ايوه من بطاطس الجنه انا وامي. ايوه. بعدين قلت ليدها انا ابي مويه في الجنه، اعطيني مويه اشوف اذوق مويه في الجنه. لا 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 مش واضح الجمله الاخيره، علي صوتك. الله يخليك. ها قلت لاختي أيوة. انا ابي من مويه الجنه. تبغي ايش؟ مويه من الجنه. اوكي. ايوه راحت اختي وجتني بقاروره نصها مويه. يا الله ايه الاحلام. شربته قالت اختي اخذي منه شوي والباقي خلي لي. انا مسكت القاروره وشربت المويه بقوه منها، تسحب المويه مني وانا رفضت. بعدين يا شيخ حطيت من ريقي في المويه علشان اختي تتركه. يا الله. ففعلا حطيت من ريقي في المويه وشربت المويه كله غصبا على اختي. انت بترقي اخواتك في البيت او بتقراي لهم ميه على قران على الماء؟
لا اقرا انا الحين على بناتي وفي بيت زوجي. صح كده صح كده. و و و انت من اهل المدينه يا اخت ام عبد الله؟ لا 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 من الجنوب. من الجنوب احسن ناس يا ستي ان شاء الله بفسر لك الرؤيه. خليكي معانا وقعت غدر الشاشه. شكرا ام عبد الله من السعوديه. معانا اتصال. عندك بريك عندك بريك. طيب ماشي خلينا سريعا كده. الاخت لينا من الجزائر. شخص يركب الواح سرير والشخص ده هي معجبه بيه ربما هو كمان يريد الزواج منها لكنه متزوج. يعني مش كل المتزوجين وحشين الله يخليكم يعني ما يعني ما تزعلوناش وتزعلوا المتزوجين. ومش معناه برضو ان احنا ما انا ماليش دعوه بموضوع الزواج بواحد واثنين عشان الحريم ما تطلعش من الشاشه وتبقى عايزه تخنق الدكتور. انا بتكلم عن الرؤيه. الرؤيه بتقول انه الرموز دي تدل على الزواج مش النفاق. الواح سرير ربنا اللي بيتكلم يقول ايه على سرر المتقابلين في القران بيتكلم عنها الجنه فالسرر يقصد بها الزواج. طيب الحلم الثاني افسره لك يا ام يا اختي لينا وام عبد الله كذلك بعد الفاصل. احبتي نذهب لفاصل ثم نواصل فانتظرونا. رجعنا لكم تاني جمهورنا الغالي اهلا وسهلا بكم من جديد. معلش اختنا لينا من الجزائر وام عبد الله من السعوديه هفسر احلامكم بعد ما اخد فاطمه من سوريا قعدت طول البريك على الخط حرام نكلف اكتر من كده دولي. اهلا بيكي صديقه البرنامج اختنا فاطمه. السلام عليكم اخت فاطمه. هو يكون قطع تاني. هلا وغلا بخير الله يحفظك يا اخت فاطمه. شو اخبارك ان شاء الله بخير؟ والله بخير الحمد لله. بموت في الاكل السوري والله بحبه جدا. الله يحفظك تسلمي. اتفضلي فاطمه. في عندي رؤيتين معلش ولا رؤيه واحده؟ حقك لان انا بحب الاكل السوري فلازم تقولي لي رؤيتين. اتفضلي فاطمه. عندي رؤيتين دكتور خرج واحده ولا واحد اثنين؟ واحده واحده اثنين. اوكي اثنين اثنين يلا. طيب ماشي دكتور. الرؤيه الاولى لامي شافت ماما كانه في وديان. ايوه. وفي اسد في وديان يعني هيك مكان سلا وديان يعني في جبال. زين. وشافت اسد بعيد وهي خايفه منه كثير بس الاسد بعيد عنها. طيب. وله في قطيع من الخرفان يضرب بالحجر بس ما تعرف مين اللي بيضرب الخرفان بالحجر. مين اللي بيضرب الخرفان بالحجر؟ ما بتعرف بس بتعرف شافت انه بيضرب الخرفان بالحجر فهي اول شيء ما كانت خايفه من الاسد. بعدين خافت وهربت منه فدخلت كاني بباب بمكان ثاني. بس تركت اختي بنفس المكان اختي المريضه تركتها بنفس المكان غادي. هي الرؤيه ولا بس هيك؟ اختك مريضه فعلا؟ اختي مريضه بس انت تعرف ان اختك محتاجه قراءه قران مع العلاج الطبي؟ عارفه كده يا فاطمه؟ والله اللي بقنعه. ها؟ بدها رقيه شرع بدها رقيه شرعيه بعرف ولا بعرف يا دكتور. الرؤيه بتبين كده وانا ما اعرف الا من خلال الرؤيه. ماشي هفسر لك اكتر بس بعد ما تقولي الحلم الثاني. تفضل. ان شاء الله دكتور. الحلم الثاني انا كنت نايمه بنفس مكان بفراشي وشفت نفسي جالسه اقرا قران فاتحه مصحف خاص فيني واقرا قران بصوت جميل غير صوتي للطبيعه واتقان بالتجويد. فاجت بنت اخوي هيك صغيره عمرها 7 سنين حامله معها قلم وقطعه نايلون فهي تحاول تلهيني انه يعني تقول لي اكتبي لي وانا ادفع بها اقول يعني ادفع بها من غير ما اتكلم معها عشان ما افقد القراءه. واثناء ما اقرا دكتور بصوت جميل جدا شفت قدامي كانه بورد قام يتفتح ورده هيك قامت تتفتح تتفتح فتفتحت على الاخير. وشفت قدامي كمان بنت هيك عمرها تقريبا 6 سنوات تضحك وتمرح هيك واقفه على زاويه تضحك وتمرح. لا اله الا الله. وبس فقط المنام بس هيك. ايه الرؤى يعني العاليه دي؟ الله اكبر يا فاطمه. انتظرينا يا فاطمه هجاوبك بعد الاتصالات ان شاء الله. شكرا فاطمه من سوريا بارك الله فيك. شكرا. منى اختنا منى من العين. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا وغلا بالاخت منى. اتفضلي يا ست الكل. اهلين. الناس الطيبين اهل العين. الله يسلمك. على الراس من فوق والله. اتفضلي يا اخت منى. عندي حلمين لو سمحت. برضه طيب اتفضلي يا منى. اتفضل. اوكي.
في المنام الأول هي الوالدة كانت شايفة إن إحنا معزومين عند ناس وكان الأكل هو لبن ورز. وبعدين قامت هي وجلت الطنجرة بقلب نهر، يعني إحنا أيام زمان كنا نجلي الطنجرة والهي بقلب نهر. قامت تجليها في النار. تجليها للحرمة. تجليها يعني تنظفها. أيوة. حلو. نظفتها وبعدين صحيت. أمك الفترة اللي فاتت ساعدت حد في أزمة معينة مادية أو نفسية؟ إيه. شكرا. اللي بعده. طيب خير الله ما جعل خير. حلمت إنه أنا أجتني سيارة نيسان وجاي بدي أنا أسوقها. فبعدين عبقول يا الله كيف بدي أطلع وهلأ يمكن الشرطة تلقطني وأنا ما عندي ليسن. المهم جيت بدي أطلع أنا، كانت بنتي هي راكبة قدام وبعدين ابني وبعدين أنا ما راكبة ورا، بس أنا اللي عم سوق السيارة. طلعنا هي هذا الشارع في نزلة، بس هو بالمنام هو هذا طلع يعني صعود، وكأني عم بطلع على جبل عالي كتير، والصعود السيارة كانت ما عم تطلع يعني بسرعة، عم تطلع ببطء ويعني المشوار كان طويل علي. المهم طلعنا لفوق، أول ما وصلنا نزلت أنا من السيارة، لقيت مثل كأنه عاملين مثل معرض فوق، وكان على شرفة قدامنا كان في مواطنين عم يعرضوا منتج، وراهم كان في سجادة صلاة. فأنا لما شفتهم هيك قمت أنا صليت على ما أظن صليت ركعتين، بس أي صلاة فيهم أنا ما قدران أتذكر. بعدين إجا هو واحد من القاعدين قال لي إنه منيح إنك أنت حضرتي معنا. قلت له والله بالصدفة إني أنا حضرت. كويس. وأنا قمت بدي أروح، بعدين جايبين كيك، قطعتين كيك كبار هن، وإجا عطاني واحدة، قلت له ممكن أخذ تنتين؟ قام قال لي أوكي، واحدة بفانيليا والثانية بشوكولا. وقلت له ممكن شوكة على أساس أنه لبنتي وابني وبس. وصحيت من المنام. أنت كنت متزوجة صح؟ أي نعم. والحين شايلة الليلة بالمصري كده لحالك. أي نعم. واضح كلام تفسيرها يعني مطابق للواقع اللي أنت بتمر بيه، عمالة تصعد، أنت ما معك ليسن وبتقود السيارة، يعني حياة عيالك اللي معاكي وهو شاري دماغه خالص. صح. هفسرها لك أكتر بعد باقي الاتصال، والله يعينك يا منى. شكرا. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا منى من العين. معانا أمينة من الجزائر. السلام عليكم أخت أمينة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام بأهل الجزائر. أهلا بك يا أمينة. الله يسلمك. شكرا. الله يسلمك. تفضل. شيخنا أنا عندي أكتر من حلم. يعني هاتي أهم واحد يا أمينة عشان الضغط. أهم واحد. نعم. أوكي. حلمت أنه فقت الصبح وما بلاقي سيارتي، يعني سيارتي. انت متزوجه يا امينه؟ لا، بس حصل عقد وما لا. تم خطوبه. لا. ما تمت خطوبه. ايه بس مو عقد. يعني هو الرؤيه بتبين شخص كان عزيز عليكي بس راح. صح. اوكي بس اكمل كمل. ماشي. ما بلاقيها وكل عائلتي كانوا يعني كثير حزينين لهالوضع انه ما بلاقي سيارتي. وبعدين اشوف حدا بيشتغل معي جايب لي سياره لحد بيتنا. واقول انا يعني اعرفه بس ما في اي علاقه بيني وبينه، يعني ما في اي علاقه يعني سبحان بيني الله خاصه بيني وبينه. اوكي تمام. وبعدين اشوف السياره الاقيها مقسومه على نصف. مقسومة نصين بس عندي يعني في نصف واحد في السيارة، نصف الثاني ما في. يا سبحان أوكي؟ الله. بيجيب لي سيارتي وبعدين أروح أشوف بيته لهالشخص. ماشي. وعلما أنه هالشخص بعدين سألت عليه يعني لا يتم تزوج. لا مطلق وعنده طفل. يا سبحان الله. أنت فسرتيها أفسرتيها والله يا أمين. هقول لك تفسيرها إيه وإن شاء الله باختصار ربنا يعوضك خير عن حاجة فقط. حلم تاني
ثاني حلم ثاني والله شفنا. ضغط اتصال يا والله أمين. من الجزائر قولي يا يعني بنتعب لي قولي يا أمين قولي حلمت من كم يوم انه بعد داخله بعد شغلي يعني كان يوم متعب في الشغل دخلت الاقي انه اتولد عندي طفل وانا ما كنت اعلم يعني وبعدين حملت هالطفل الرضيع بين ايديا طفل ذكر لكن كان فائق الجمال عيون زرقاء فائق الجمال عيون كتير كتير جميلة جميل جميل كويس أوكي وبعدين حلمت إنه الأب لهالطفل هو جارنا يعني جارنا هذا متزوج وما عنده أطفال يعني طيب ماشي و يعني هذا الطفل أبوه هو جارنا يعني هو طفلي بس أبوه هو جارنا فهم عليك أوكي أوكي وبعدين كنت مهمومة في هذاك الحلم وقد أقول نو هذا ما طفلي أنا متأكدة إنه ما طفلي هذا يعني أوكي جميل وكتير مليح بس ما طفلي قد أقول لعائلتي وعائلتي كانوا فرحانين في دار هذا جارنا ماشي فرحانين يعني هيك لما هيك شيء أوكي واضح 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 بارك الله فيك هلا بيك أمينة هلا بيك شكرا أمينة من الجزائر بسلامة أهلا بيك مع ألف سلامة أم سالم من أم القوين بس آخر حلم يا جماعة عشان نلحق نفسر بس وقفوا الصلاة أم سالم سلام عليكم وعليكم السلام هلا وغلا أم سالم مرحبا أم القوين تفضلي الله يخليك استاذ بس بغيت أفسر هالحلم زوجي اللي هو حلمه بأنا أيوة ان انا اولاد اني انجب طفل أيوة. في يوم في نفس اليوم اللي توفى فيه ابن عمي ابن عمتي سوري هو حلم بكده يعني هي هو حلم زوجي هو اللي حلم اني انا انجب طفل ايوه في يوم اللي يندفن فيه ابن عمتي هو ابن عمتي متوفي من اسبوع الحين تقريبا كمل ايوه اوكي وزين وعقب شاف من بعيد فتاة تناديه تقول له تعال وهو ما يشوف عدل يعني عيونه مضبضبة هي ما يشوفها عدل بس إنه يشوف إنه كأنه حد يأشر له يقول لها تعال ماشي واضح هذا والحلم الثاني بس الله يرضى عليك عمتي اللي هي أم زوجتي حلمت إن ابنها المتوفي يي عندها يطلب يعني يحضنها ويطلب منها يقول أمي لا تقصين شعرك شعرك وايد حلو نفس ستي هي مبذرة شوية في الصرف نعم يعني ايديها فرطه في الصرف تصرف كتير او يعني مبذره حبتين تقريبا هاجي اقول لها شو المعنى خليك معنا يا ام سالم من ام القوين هجاوبك على سؤالك يب. طب اخر اتصال حرام الوقت ام عمر ابو ظبي السلام عليكم سريعا يا ام عمر وعليكم السلام يا دكتور يا مرحبا اسمح لي يا دكتور انا بس دي شافتها صديقه ليا عزيزه عليا شافت نفسها بالمنام ايوه في بير زمزم تحت الكعبة الله. وكان هي كاتبه لي كالآتي وكان معي أختي هي أصغر مني سنا عزباء وطالبة جامعية أيوة. أختي أول ما شافت البئر قفزت مباشرة بالبئر وذهبت لتطمئن عليها ذهبت لأطمئن عليها وجدتها بخير وبعدين تطلعت أنا إلى البئر فهو بعد ما وجدته آمن ولم يكن عميق ولم توجد به أي قطرات من الماء نزلت بكل يسر وسهولة كنت بالمنام أعلم أنه أن أثار النبي عليه الصلاة والسلام داخل المكان موجودة بسائر المكان الله. وكان البئر مرمم بيداه الكريمتين وكنت أجول ببالغ السعادة والفرح وكنت أقول الحمد لله أن أقدامي تلامس الآن أثار أقدام الرسول رسول الله ويداي تلامس أثر يداه ثم بعد ذلك بدأ ماء زمزم بالنزول من فتحة بالسقف حتى وصل إلى نصف ساقي وطلبت من أختي أن تحضر هاتفي حتى أقوم بالتصوير خشية أن أخبر أحد بما رأيت ولن يصدقني ثم خرجت أختي من البئر وتبعتها أنا والحمد لله هي الأخت دي واحدة فيهم مبتلاة بحاجة معينة وابتدى ربنا تشفى أو كده الحقيقة ما عنديش فكرة لكن صديقة اللي شافت الرؤية دي هي عزباء وغير متزوجة هي وأختها وهم ابتلوا دايما في فقدان والدهم بس هم ناس عندهم دين و
الحمد لله. نعم. جدا جدا جدا. رؤية رائعة هجاوبك عليها يا أم عمر من أبو ظبي. شكرا يا أم عمر. شكرا. ختامه مسك بأم عمر بارك الله فيكم. معانا 4 دقائق نجاوب فيها بسرعة على الأسئلة. لينا من الجزائر، يا لينا تنظيف أسنانك وهو بينظف أسنانه الشخص اللي معجب بيك ده وانت معجبة بيه هو دليل على إن شاء الله أنه حياتكم انتوا الاثنين تكون حياة سعيدة. تنظيف الأسنان فرح وسرور للطرفين. أم عبد الله من السعودية، رؤية عالية جدا يا أم عبد الله، رؤية أخوك وكأن الملائكة تنزل من السماء، هذا دليل أنه والعلم كله عند الله، مات موتة الشهداء والله أعلى وأعلم، وهذه الرؤية تبشركم بذلك، وعليك أن تدعي دايما أن إن شاء الله نرزق قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما مقيمة. والدعوة جميلة قوي أجمعني به في الفردوس الأعلى. الرؤية الثانية أم عبد الله، أمي وأختي كأنهم متوفيين وكأنهم في الجنة وأعطوك من ماء الجنة، هذه الرؤية تدل على أنكم عائلة ملتزمة طائعة لله تبارك وتعالى، وربما أختك تتوفى في رؤية وهي عزباء يدل على زواجها. فاطمة من سوريا، الرؤية الأولى أمها كانت في وديان وأسد، الأسد شيطان، والوالدة الحمد لله تستطيع بطاعة الله وقراءة القرآن أن هي تهرب من هذا الشيطان كما واضح من رموز الرؤية. الخرفان رؤوس أموال، حد بيضربها بالحجارة معناها أن في بعض المصاعب المادية أنتم مريتوا بيها. أما سبحان الله، وأختك المريضة تحتاج لقراءة سورة البقرة مع العلاج الطبي. أنت في الفراش وقاعدة تقري قرآن بصوت جميل وبنت عايزة تلهيكي، وكلما قريت الوردة تتفتح، ده قلبك اللي بيتفتح مع طاعة الله وقراءة القرآن، حياتك وروحك بتتفتح كالوردة التي تتفتح مع طاعة الله. استمري لأن القرآن طريق النجاح. منى من العين، العزومة في الرؤية يا منى تدل على أخبار سعيدة تدخل عليكم، سيارة النسان أنت بتقوديها وطلع بيها معكيش ليسن، هو ده الطلاق اللي صار وأنت بتقودي الحياة مع ابنائك، الله يعينك ويهدي اللي سايب أولاده بدون نفقة، واضح من رؤية. لكن هيجيلك الكيك الشوكولاتة يعني الفرح والسرور، وهيجيلك اللي يسعدك ويسعد ولادك. أمينة من الجزائر، حلمة أن هي راكبة سيارة وبعدين حد جاب لها سيارة تاني، إن شاء الله السيارة التانية دي هي الشخص اللي هيرتبط بيكي ولكن هيكون عنده أولاد، أصبري إن شاء الله ربما يكون من وراهم خير. الحلم التاني ولادة الطفل الرضيع، رزق في المنام. وأم سالم من الملقوين، حلمت زوجها حلم بأنها أنجبت طفل في نفس يوم وفاة ابن عمها، هذه بشرى بفرج يأتيكم ويسر الأمور حياتكم بإذن الله تعالى. الحلم الثاني حلمت أم زوجها إنها ابنها المتوفي بيقول لها ما تقصيش شعرك، يعني بيقول لها ما تصرفيش وتصرفي المال في أمور ليست هامة. أخيرا أم عمر من أبو ظبي، رؤية عظيمة، الرؤية دي تدل على إن هناك دعوة لصديقتك ستجاب، وعليها بالذهاب للعمرة وعليها بماء زمزم، ففيه سر لإجابة دعوتهم والخروج من أي هم بيمر به. أحبة الكرام، بهذه الرؤية الجميلة نأتي لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل بكم، على الأمل لقاء بكم في الأسبوع القادم. ولا تنسوا دائما، صاحب الهم صاحب الضيق، دائما أبشر بالخير.